كويس انكلوجر او صناديق اللحام او وصلات اللحام. في منها نوعين، نوع داخلي ونوع خارجي. النوع الداخلي ده اللي هو بيبقى في الغرف اللي فيها الأجهزة، وفي النوع الخارجي ده اللي بيبقى تحت الأرض أو في الكوابل اللي متعلقة في الشوارع في بعض الدول والبلاد. الداخلي اللي هو زي ما احنا شايفينه دوت اهو، ده الداخلي. الداخلي دوت بيبقى ازاي بقى؟ الكابل بيدخل من هنا من الفتحة دي، بيدخل الكابل وبيتقشر وبيتلف هنا، وبعد كده بيتعمل له الكونكتورز بتاعته ويتربط هنا. يجي الناحية دي بقى بيتاخد بالباتش او اللي احنا شفناه قبل كده، الباتش كورد الصفرة ديت، وبيتربط على الأجهزة من الناحية التانية. دوت يعتبر بنسميه ODF او بنسميه Splice Enclosure. ده بيتحط على الحيط، بيتعمل له اخرام كده وبيتربط على الحيط. في نوع تاني بيتحط جوه الراك او جوه الكابينة او جوه الدولاب اللي في الجهاز، ده النوع التاني. ايه بقى جوه؟ ده الخارجي اهو، دوت اللي بيبقى خارجي. الكابل بيدخل من هنا والكابل التاني بيدخل من هنا، وبيتربطوا الاتنين جوه هنا في اللحام، وبعدين بيتقفل الغطا ده كده وبيتربط. ودي بقى ايه؟ بتتدفن في بتتحط في الغرفة اللي هي بتبقى في الارض، او بتبقى مع الكابل اللي بيبقى متعلق. عندنا حاجة تاني اللي هي سبلايس تري، ديت اللي هي بيبقى بيقولوا عليها في بعض الاماكن او بعض الشركات كاسيت، ودوت بيبقى راكب فيه الفرعات هنا. دوت بيبقى جوه الجنطة بتاعت اللحام ديت، او بيبقى جوه الجهاز دوت الاوديف دوت. في بعد كده الانبوب دوت، الفايبر سبلايس بروتكشن، او بنقول عليه هيت شرينك، عشان بيستخدم في مع اللحام بتاع فرعات الفايبر. دوت بيتحط هنا، دوت بيبقى حاجة كده زي انبوبة القلم الجاف، طولها حوالي مثلا 7 سنتي او 6 سنتي مثلا، وبتتحط هنا اهو في قلب الكاسيت دوت. خامس حاجة بقى ديت الاوبتيكال ديستريبيوشن فريم، دوت الاو دي اف. طب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ده ممكن يستخدم لربط الكابلين في بعض بس كالحام في المحطة، او انما دوت بيبقى موزع، بيركب جواها الفرعات من ورا وبيركب العميل بيستخدمها من الناحية التانية. هنبدأ نتكلم عن الكونكتور اللي احنا شفناه في المحاضرة اللي فاتت، ونبدأ نعرف بقى ايه هو الكونكتور بالظبط، وبيتلحم ازاي، وبيتعمل ازاي، وكل الكلام ده. هنا بقى زي ما احنا شفنا في المحاضرة اللي فاتت، ادي الكونكتور متفكك عشان نعرف ايه هو الكونكتور. دوت البوت او راس الكونكتور اللي هي بتبقى في الكابل، حاجة مطاط كده. وده الكريمبل دوت، بيبقى بيتضغط بالضغطة بتاعته عشان يقفل على الفرعة، هنشوف الكلام ده دلوقتي. وده جسم الكونكتور، وده غطا الكونكتور. هنا بقى قلب الكونكتور، دي سيراميك، هنشوف دلوقتي الكلام ده كله. دي سيراميك بيدخل فيها الفرع. طيب ايه اللي هيحصل؟ نشوف مع بعض. دوت بقى هيستخدم الايبوكسي زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، في كذا نوع، في حراري، في ايبوكسي، في بالضغط. دوت الايبوكسي هيعمل ايه بقى؟ هيستخدم المادة دي اللي هي الايبوكسي اهي، هيفتح وهيعبي السرنجة بتاعته بالايبوكسي او الحقنة وهيقفل. ادي بقى لون المادة زي ما احنا شايفين، والتخانة بتاعتها والسمك بتاعها. دي الفرع بقى اهي، ديت الفرع. شوف بقى هيعمل ايه هو؟ هيدخل بقى اول حاجة الديل بتاع الكونكتور او
الظهر بتاعه، وهيدخل بقى بعد كده الحكاية دي. يجي بعد كده بقى يعمل ايه؟ يحدد هيقص ازاي وهيقشر ازاي. المقاييس ديت المفترض انها مقاييس عالمية او دولية حطاها هيئة التوحيد القياسي او الشركات اللي بتشتغل. هو هنا بيحدد بيقول لك اهو البفر هنا، الاوبتيكال هنا، الشعر او الكتان هنا، وهنا العازل او القشر. بيقول لي المراحل بتاعته اهو، وبيقول لي ديت كام ملي وديت كام ملي في الطول، وكلها على بعضها كام ملي. هو هيبدأ بقى يعلم على بعد 30 ملي، 3 سنتي يعني، هيبدأ يعلم اهو وهيبدأ يقشر. ديت قشارة هيبدأ يقشر بيها اللي من بره. شفنا احنا لما قشر، ادي اهو دوت الكتان او الخيط اهو، وادي من هنا لغاية هنا ديت مطاط تاني او عزل تاني للفرع. يبدأ بقى يحسب من هنا لغاية هنا 13.5 ملي، يعني واحد ما يقرب من 1.5 سنتي. يعلم هو بالقلم اهو، وهيبدأ بقى ايه يقشر، يقطع الخيط او الكتان ده زي ما احنا شايفين اهو. اهو بص بقى ده ايه زي الشعر كده. هنا بقى دي قشارة بيقشر بيها الفرع. هو حط الفرع دخلها من هنا ودخلها جوه كده على العلام اللي هو عمله، وهيبدأ يقشر ويسحب الفرع. خلاص قشر الفرع وخلص. هنبدأ بقى ايه نحقن الايبوكسي جوه الكونكتور. الموضوع ده عايز سرعة عشان خاطر ما يبصش مني الكونكتور. شفنا احنا هو بيحقن من ورا، هنرجع معلش الحتة دي تاني اهو. بدأ يحقن الكونكتور بالايبوكسي، ادي الايبوكسي بيظهر من الناحية التانية، الفتحة الصغيرة دي بيظهر منها الايبوكسي اهو. هنا بقى المثبت او المصلب بتاع الايبوكسي، مادة تانية زي المية كده بيغمس فيها الفرعة اهو، وهيبدأ يدخلها جوه الكونكتور. كده الفرعة ادينا شايفين الفرعة اهي من الناحية التانية اهي زي الشعر، دخلت جوه الكونكتور. وبيحط الكتان او الخيط من هنا ويقفل عليه اهو. ادي البنسة او الضغطة اللي بيقفل بيها الكرامب. يضغط كويس عشان خاطر ما يفكش الشعرة تاني. خلاص خلصنا، قفلنا الكونكتور. طيب خلصنا كده؟ لا لسه ما خلصناش. بيسيبها تنشف اهي، هيبدأ يغمسها غمسة تاني اهو في المحلول دوت، ويطلعها ويسيبها دقيقتين عشان تنشف. ادي الفرع اهي خلاص نشفت، هنبدأ نقص الفرع. دي الماظة بتقص الفايبر او الازاز، بيقطعها كده وبعدين بيمسكها بإيده وبيروح تانيها كده، بتروح تتكسر معاه. خلاص طيب خلصنا؟ لا لسه ما خلصناش. هنعمل ايه بقى؟ هنصنفر الفرع. بيستخدم صنفرة 15 مايكرو ملي يصنفر بيها الفرع. يبدأ يعمل زي دواير كده، ادي بيبدأ بيعمل كده بيصنفر الكونكتور من قدام عشان خاطر الفرعة تنعم. بعد كده بيستخدم ادي اهو صنفرة تاني 3 ملي،
3 مايكرو. ادي الجهاز بقى ده اسمه باك، الوحدة دي اسمها باك، بيحط فيها الفرع، تطلع الفرع من الناحية دي زي ما احنا شايفين، ويفضل بقى ايه يصنفر. طب ليه بيحط دي؟ عشان الفرع تبقى ناعمة من الناحية اللي قصاده، وتبقى ستريت، ما تبقاش مايلة، ما تبقاش فيها مشكلة وهو بيصنفر اهو. وبعدين عشان السيراميك ما يتاكلش بتاع الفرع، هو خلاص خلص هيبدأ يمسح البك نفسه ويمسح الصنفرة اللي كان بيصنفر بيها، ويشوف يحط صنفرة تاني 1 مايكرو ويبدأ يصنفر تاني. خلاص خلص، بينظف السيراميك والفرع من قدام. خلص خلاص ونظف، هيبدأ بقى يركب بقية الكونكتور أو الغطا بتاع الكونكتور. ده الأوتر أو الغطا بتاع الكونكتور. كده خلاص كومبليتنج، خلص. هنبدأ بقى ايه نشوف الفرع بتاعتنا كويسة ولا لا. هنا في مرحلة هو ما ظهرتش في الفيديو، في مرحلة في الفيديو ما ظهرتش، في ميكروسكوب صغير او تلسكوب صغير بيبقى بيبعت نور بيركب على الفرع بيوضح لي شكل الفرع بعد ما اتصنفرت ونطفت، والقلب بتاع الفرع عامل ازاي، عشان لو فيها مشكلة يبدأ يصنفرها وينظفها تاني، ولو ما نفعتش خالص يبدأ يقطع ويعمل حاجة تاني. الحتة دي ما ظهرتش في الفيديو، هنبقى نشوفها ان شاء الله في فيديو تاني. طيب هو دلوقتي هيعمل ايه بقى؟ هيقيس الفقد اللي على الفرعة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. هيبدأ يرسل من الجهاز دوت ويستقبل في الجهاز دوت ويشوف الفقد. هنشوف مع بعض العملية دي. طبعا دي فرع ال سي اهي، ودي فرع اس سي اللي هو لسه عاملها. هيبدأ يركب اهو في الموديول ويبعت الإشارة. طبعا اللي زي المفك دوت ده بينظف بيه الفرع، بيبقى فيه مادة كده بينظف بيه الفرع. هنا بقى بيقول لي ان الفرع 4.8 dBm. ادي بقى الكابلر او الادابتر اهو ركبه، وادي الفرعة التانية بيركبها اهي، ويقيس عشان يعرف الكونكتور نفسه الفقد بتاعه قد ايه. كده بيقول لي خلاص اهو اتأكد ان الفقد سليم والدنيا زي الفل. هنا بقى هنشوف حاجة تاني خالص، هنشوف كابل 12 فرعة هيركبه بقى في اللي هو احنا قلنا عليه ايه الصندوق بتاع اللحام او الاو دي اف. هنشوف هيتعمل ازاي. ادي بقى السبلايس تري او صندوق اللحام، وادي الادابتر. هنشوف كل الكلام ده هيتعمل ازاي. بيقول لي انه بيدخل الكابل من الناحية دي، ادي الكابل، ادي الادوات اللي بيستخدمها عشان يجهز، متر، قطر، مفك، قلم، قشارة، مقص، بنسة صغيرة او مزلونجة صغيرة، وقصافة. ديت العدد اللي بيستخدمها. ادي الكابل اهو، ادي قشر الكابل اهو. بيقول لي بقى هنعمل ايه. ادي 60 سنتي، هنعمل ايه؟ ادي الكاسيت اللي احنا قلنا عليه، ادي بيقطع 32 سنتي. بصوا بقى الشعر الكتان دوت اهو، هو دوت اللي احنا قلنا ايه بيحمي الفرعات. وطبعا ديت الفرعات الفايبر، ما ننساش ديت الفرعات الفايبر الداخلية اللي بتتركب في التمديدات الداخلية. وادي الشعر او الفرعات اللي هي الباتش كورد. ادي الكابل اهو بعد ما قشره،
وادي الانبوبة، ده اللوست تيوب، ادي الانبوبة اهي، وهيربط بقى الكابل بالحزام اهو، حزمه بالحزام عشان خاطر ما يتشدش ويطلع ويتقطع، بيقيس على بعد 32 سنتي ويقطع اهو، وبيشد، ادي بيطلع الفراعات دوت بيربط بقى دلوقتي الاتنين مع بعض ويديهم حزامات اهو، ده كابل الشارع اللي جاي من بره، وده اللي هو هيتربط فيه الكونكتور، بيقيس اهو ويقطع، ويبدأ بقى ينيمه كده في الكاسيت عشان يشوف هيبقى ازاي اهو، بيقيس الفرع الاتنين مع بعض ويقصهم مع بعض عشان يبقوا الاتنين مربوطين كويس. هنا اللحام بقى احنا طبعا هنتكلم عليه بالتفصيل، بس احنا هنا بنعديها بسرعة. ديت مكنة اللحام اهي، هو بدأ يلحم الفرعات، احنا طبعا عديناها دلوقتي بسرعة بس هنتكلم عليها بالتفصيل في محاضرة لوحديها ان شاء الله. ده كده اللي احنا قلنا عليه الانبوبة الداعمة او الهيتش رينك اهي، شفنا بقى ركبت ازاي اهي، ركبت جوه ايه، جوه الكاسيت اهي، هنا خلص خلاص اهو، ربط وخلص كل الدنيا، وهيقفل هيحطه بقى في مكانه اهو، هنشوف بقى ازاي اهي، ويربط اهو كده، قفل خلاص اهو. هنا بقى هيركب الباتش كورد، فتح الصندوق من الناحية التانية، الصندوق ده بيتفتح من الناحيتين اهو، بيفتح بقى كده في الكاوتشة ديت، وبيدخل الباتشات واحدة واحدة، طبعا الباتشاية ديت وهي بتدخل عليها غطا من قدام عشان الفرعات مبوظش، عشان ما ينفعش نبوظ الفرعات. ادي الغطا اهو، هيبدأ بقى دلوقتي يفك الغطيان ديت اهو زي ما احنا شايفين كده دوت اهو، فك بقى الغطا اهو خالص، وهيبدأ ينظف الفرع اهو، اهو بينظفها وهيبدأ يركبها اهو كده، الشكل النهائي اهي، ادي الفرعات ركبت اهي جوه علبة اللحام او الوديف. هنا بقى هيبدأ المرحلة الأخيرة، وديت لازم تتعمل في أي حد بيشتغل في الفايبر، بيعمل ليبولينج أو ليبل للفرعات. يعني إيه؟ يعني بيبدأ يكتب عليها أهو، طبعا ديت تحذير، رسالة تحذير بتقول لي إن دونت فيو فايبر، ما تبصش جوه الفرعة، يعني ما تفكهاش وتبص فيها بعينك عشان خاطر الفايبر اللي فيها ممكن يبوظ لك عينيك او يأذيك. هنا بقى بيقول لي على حسب عدد فرعات الفايبر ده، 24 فرع هم، بيبدأ بقى يقول لي 1 2 3 لغاية لما احنا ماشيين، مثلا الناحية دي اهي 1 و2، دي مثلا شركة زين، هنا مثلا شركة اتصالات، هنا مثلا فودافون، هنا معرفش شركة كذا، ايا كانت نوع الشركة واسم الشركة، بيكتب بقى هنا 1 و2 3 على حسب الفرع. المفترض ان هو الليبل دوت بيبقى مكتوب عليه، وهنا على الفرع نفسها بيبقى فيه ليبل، لما بتيجي الشركة تركب بنحط ليبل باسم الشركة عشان خاطر ابقى انا عارف الشركه واخده ايه وايه. وهنا في الجنب بيبقى متعلم ومترقم الاو دي اف من جوه على حسب الفرعات. ده الشكل النهائي اهو بتاع الفرع. هنا هيقول لي بقى ان الدنيا عاملة ازاي في المحطات او في الشركات بتاعة الفايبر. ادي شركات الاتصالات، بيقول لي ده الاجهزة، يعني احنا لو رجعنا بس شوية صغيرين كده، معلش
هنا ديت السويتشات اهي بتاعة الانترنت مثلا او التليفونات او ايا كانت الايه، وده الاجهزة اللي بتبقى جوه السنترالات او جوه شركات الاتصالات اللي هي بتستخدم اما في المحمول او اما في الانترنت او اما في الاتصالات اللي هي الفويس او التليفون. هنا برضك بيقول لي اهو ادي بتتوصل، دي كلها فرعات فايبر بتتوصل على الاجهزة. هنا بقى بيقول لي ان الراجل دوت الفني دوت بيقيس بالجهاز دوت الاشارة اللي جايه له على فرعة الفايبر من بره. طبعا هو هنا لابس سماعة او معاه جهاز زي اللاسلكي بيتكلم بيه مع الراجل اللي شغال بره في الشارع في اللحام او كده، بيقول له بقى الفرعة دي سليمة، انقل على الفرعة اللي بعدها، ابعت لي الاشارة عشان اشوف الكابل الفأد بتاعه عامل ازاي. ادي بقى الراجل التاني اللي قصاده اهو بره، وزي ما احنا قلنا قبل كده ان دي نوع من الكوابل اهي معلقة في الهواء اهي، وادي الجنطة بتاعت اللحام او وصلة اللحام او صندوق اللحام اهو بتاع الكابل، ادي الكوابل اهي معلقة في الهواء، وادي الراجل بيشتغل اهو، هي ايه هيبص عليها او هيعمل لها الصيانة بتاعتها. ادي بقى وصلة اللحام، ده نوع من انواع وصلات اللحام. طبعا وصلات اللحام انواع واشكال واصناف كتير جدا 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 على حسب كل شركة وكل مصنع وكل دولة، وكل حاجة بتعمل حاجة شكل مختلف على اساس تسهل على الفنيين او التكنيشن اللي شغالين. ادي الكاسيت اهو او العلبة الداعمة بتاعت اللحام. هنا دي نوع تاني اهو، وطبعا دي معمولة حماية عشان هو راجل شغال في الاسفلت عشان ما تجيش عربية ايه تعوره. ادي اهي بيسحب الكابلات اهي وبيوريني ان هو بيلحم ازاي. طبعا الصورة دي او المقطع ده بيقول لي ان ده في البدايات زمان في السبعينات او في الثمانينات كان كده الشغل، كان بيبص بعينه ويشوف الفرعة وبيجهز ازاي وبتاع. ده بيقول لي بقى التطور بتاعه. ادي اللحام بقى، شوف على المكنه بتاعت اللحام بقت ازاي سهله وصغيره وبقت بتلحم ازاي. بص بقى ده اللحام بقى اهو، اهو ده بيلحم كده الفرعتين الصغيرين اللي زي الشعر اللي احنا شفناهم بيلحمهم في بعض. هنا بيقول لي ان استخدامات الفايبر، ادي ده سنترال في الشارع اهو او كابينه في الشارع اهي، ودي كلها باتشات اهي. ادي دوت اللي انا بقول عليه ده 144 مثلا اهو، وادي الاجهزة اهي. هنا الراجل اهو زي ما احنا شفنا اهو، ادي البك وادي الفرعة بيعمل صنفرة، دي المشهورة جدا على حرف 8، صنفرة على حرف 8. هنا بيقول لي التمديدات بقى، الكوابل ماشية، ده التريهات، وده الكوابل ماشية ازاي ونازلة ازاي على الاجهزة اهي، واصله لغايه صناديق اللحام اهي او صناديق الوصلات اهي. بيقول لي بقى ادي الراجل ده اهو بيجهز اهو، ادي الكابلات بيمشيها بعد ما قشرها بيمشيها اهو، شوف بيمشيها ازاي بقى وبيلفها ازاي بيجهزها ازاي. ديت صندوق لحام تاني او جنطة لحام تاني نوع مختلف. ادي صندوق لحام نوع تاني خالص مختلف. ادي حاجة تانية مختلفة تماما، ده الباتش بانل اللي بيركب جوه صندوق اللحام. ادي نوع تاني من الجنط، وهنا بيقول لي ان هو بيجهز ازاي وبيلحم ازاي في الشارع لما بيكون بيربط الكابلات في بعض او بيبقى عنده مشكلة وعايز يشتغل في كابل في الشارع. طبعا الترابيزة والحاجات دي بتبقى من الشركة متجهزة اهو، بيبدأ بقى يفتح او يقص الكابل، هيبدأ اهو الحركة دي كده بيفتح الكابل من بعضيه. ادي اهو هشر الكابل اهو، وادي الشعر ده او الخيط ده اللي احنا قلنا عليه ايه الكتان اهو، هيبدأ بقى يقشر الكلام ده كله وبيركب وبيربط الفرعات اهي. ادي بقى الفرعات اهي اتربطت. هنا بقى استخدام تاني، دي الكوابل الداخلية المرنة اللي ما فيهاش الدعامة الصلب. بيقول لي ادي الكابل اهو، شوف شوف بيقول الكابل مرن ازاي، بيقيس عشان يعرف الكابل مظبوط ولا لا،
هنا الخيط اللي جوه الكابل اهو، بيقشر بيه الكابل اهو. طبعا هو عامل علامة، بيوصل لغاية العلامة ويقشر. هنا بيقول لي ادي نوع تاني من غرف اللي فيها اللحامات او المنهول. هنا نوع تاني خالص خالص مختلف من الكوابل ومن الوصلات اهو. ادي الكابل اهو من ورا زي ما احنا شايفين اهو. هنا بقى الحاجات ديت جوه السنترالات او جوه شركات الاتصالات او شركات المحمول. طبعا الكميات دي عشان دي بتبقى ايه، حاجات بتخدم مدن بحالها او دول بحالها، زي ما احنا شايفين اهو مترقم مترقم، والفرعات ديت بيبقى ليها ايه بيان على الODF. ادي الهيتش رينك اللي احنا قلنا عليه، وادي الكاسيت اهو بيوريهوني، وادي الحزامات اللي هي بتربط الفرعات عشان خاطر ما تطلعش. ده الانبوب اللي فيه الفرع، بيقول لي ازاي ان هي بتبقى متثبته كويس عشان لما يهز كده وكده ما تقطعش. ادي الكابل الرئيسي وهو هيربط عليه اهو، بيربط عشان الكابل نفسه ما يتخلعش والفرعات ما تتكسرش. ادي نوع تاني خالص 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 من الكوابل، وادي الجيلي اللي احنا قلنا عليه، الجيل اهو جوه الكابل اهو. ادي الجيل اهو، هنا بقى بيقفل بتطلع ايه، ادي الفرعات. هو طبعا عاملها في انابيب وبيجهزها. هنا بقى الباتش كورد اهي، ديت اماكن بتتحط فيها الباتش كورد عشان خاطر ما تعملش، ما تتلفش على بعضيها، ما تبقاش صعبة. لو في واحدة فيهم حصل فيها مشكلة اعرف اطلعها بسهولة واركب واحدة تانية مكانها. هنا منهول كبير جدا اهو زي ما احنا شايفين، مليان وصلات لحام. هنا الراجل دوت اهو بيلحم وبينزل الفرعات بتاعته بيجهزها اهو. هنا بقى اهو بيجهز، خلص خلاص وهيروح بقى يركب العلبة بتاعت اللحام او الوصلة في مكانها. بيقول لي يعني ان الفايبر بيخدم البيوت وبيخدم المدن والدول، حاجة لذيذة وسهلة وبسيطة واستخداماتها كتيرة اهو. كله دوت بيوريني ازاي هو بيبدأ يجهز الكابل، بيلحم بيربط عشان خاطر الكابل ما يتقطعش ما يتسلخش ما يطلعش. كل الكلام ده هو بيوريهوني بقى واحدة واحدة ازاي. ده نوع من انواع الكلوجر او جنط اللحام. هنا بقى بيركب اهو الفرعات، بيبدأ يركب واحدة واحدة. ده الكابلر او الادابتر، ودي الفرعات.